إيه هاي الخبزة من الشيلة فيها تهدي بدون براد، بتغطيها بشاشية قطن، بتهدي أكثر من أسبوع عندك، بتصير تنشف شوي شوي لما تنشف على خير. اليوم كنت مفكرة هو يكون في لقاء بين الخبازين، يقدروا يشوفوا مع بعض كيف بيقدروا يستعملوا أنواع القمح القديمة، الطحين القديم، لا استعمالات خلينا نعتبرها تجارية. عادي بيستعملوا الخبازين الطحين الصناعي المصنع اللي هو كتير عالي بالجلوتين، بيلزق منيح وبيكون هين للطبخ وللاستعمال بالصناعة بالمكانات الكبيرة. الفكرة من هون هو انه نستعمل نوعيات قديمة من القمح، هيدي النوعيات ما فيها الجلوتين المرتفع وهي نوعيات متأقلمة على المناخ. ويهمنا كمان اذا في مزارعين بيهتموا بهذا النوع نعطيهم عينات، وبعدين بس يطلع الموسم يرجعونا قسم من العينات اللي اخذوها، يكون متوفر على مساحة لبنان وارض لبنان. نحن كمان اذا بدي اضوي على فكرة، نحن عنا شغلة، هالبذور هاي مش ملك إنا، هاي ملك كل واحد موجود اليوم بالاحتفالات، وكل واحد موجود، كل انسان موجود على الكرة الارضية. ونحن مش احتكاريين مثل بعض الشركات الكبرى سنجل وبير وموسانتو بيحتكروا البذور، وهن بيكونوا الوكلاء الحصريين، ومضطر الفلاح كل سنة بيجدد قمحه وبيشتري من عنده. 2 كيلومتر مربع أكبر أرض مملوكة بلبنان. نهار كان هدفه أول شيء التشبيك، أول شيء إنه نقدر نجمع بمساحة واحدة الناس بالعظم ما بيشتغلوا مع بعض، ما بيحكوا مع بعض، يلي هن المزارعين والخبازين والطحانين بالمجمل. ليش ما بيحكوا مع بعض؟ لأنه كلهم بيروحوا عند التاجر، والتاجر بيأمن لهم الأشياء اللي بدهم إياها وبيعطوا دولارات مقابلة. شو السعر؟ خلينا نظبط بشيل سكيف. لا لا لا، وبعرف أنا تماما هذا الموضوع القاسي، عم نحكي على القاسي. ناس ما عندي شوية إيه، عم نحكي نحن القمح القاسي. إيه. ما قبل ما نحكي لازم كان أنا أعمل مقدمة. لا ما عم بحكيك لألك، ما عم بحكيك لألك، روح خلص روح. لا مش انت، لا مش انت. اليوم اول شيء اللقاء كان كثير حلو ومثمر، لانه الكمية التنوع اللي كان عم يجمعها وكمية العالم المختلفة اللي كانت موجودة من الافران اللي كثير كبار، منهم بكاليون وغيره اللي هن بيشتغلوا على نطاق كتير واسع وكتير كبير، ولا مزارعين كتير صغير، ومطاحن عالم عندها مطاحن أصغر وبعدها بتشتغل على الإيد. الفكرة التانية كانت هي إنه تفرجي كمان إنه هذا الخبز بينعمل، فينا ننتج خبز أوكي منه الخبز الصناعي بهيدا الكيس البلاستيك يلي بيبس بربع ساعة، بس انه موجود بكميات، بس انه فينا ننتج خبز قيمته الغذائيه عاليه، طعمته طيبه، انتاجه منه صعب، اوكي بده مجهود بس لازم نحترم المجهود، وهيدي هي بس نقدر نبرهن انها بتنعمل، بس هيدي هي. تاسيس 9 عندنا شقفه يلي هي الصاج، تمام، ومن تاني ميل عم بيعملوا اللي حنسميه الخبز الفرنجي، يعني الخبز اللي بيجي مبروم او متكوك بالفرن. فعملنا بول من الايراني، وعملنا قوالب من البولو اللي بيمغط ما بينفخ. فليفر وايز كلهم كتير طيبين، لا ما بتلاقيها بالطحين الاندستريال ابدا. وبالنسبة للتنور عنا أحسن شيء بالنسبة إذا بنخبز على التنور، حوراني حماري إيراني، وبيشتغلوا على الاثنين، على الصاج وعلى التنور نشتغل فيهم. وبالخميرة عنا خميرة طبيعية بنستعملها من الطحين اللي نحن راح نشتغل فيه. هلأ هاد حماري عملناه على الصاج. الفرق بين التنور والصاج هو شوف كيف رقيق،
بغير كثير عن التنور. Cette fougasse, on peut la cuire dans n'importe quel four, des fours à pain, dans des fours électriques, à gaz, n'importe lequel ça marche. Now we were just having a discussion with several bakers from Lebanon. So we have bakers from the farm and some friends from France. The discussion was how we're working now and which kind of flour we are using, they are using, and that people are looking over local varieties of wheat, natural varieties that will be grown in Lebanon and that will make quality bread. So it's important, the seeds, but also the flour, the way it's milled and the way it's baked. غير الخبز بنعمل بسكيت كراكرز. خصوصا انا ما عندي خبره بانواع الطحين، صحيح بشتغل فيه بس ما عندي هاي الخبره في فرق بين نوع ونوع. فاليوم اللي اكتسبته اني انا عرفت انواع طحين جديده، حبيت فكره الخمير الطبيعيه انه انا هاي اول مره يعني بتعلمها بصراحه، فهي الاشياء فينا نطبقها. يعني الشركات الكبيره اللي بتنتج بذور مهجنه عندها ملكيه فكريه على بعض المعلومات الوراثيه اللي موجوده بالبذره، فبتعتبر انه هيدي ملكها. البذره البلديه فيها تنوع هائل لدرجه انه ما فيك تلقط معلومه جينيه معينه وتسجلها باسمك. هي مشاع، هي للكل، وهيدي الطريقه الوحيده للخروج من الاحتكار.